انت النهارده مروان حمدي راجل كان في المقصه وراح اعاره دجله بعد كده رجع تاني الموضوع هدفين ثلاثه في الدوري. فانا جبت لعيب علشان هو جاب هدفين ثلاثه, ولا انا جبت لعيب عشان عندي رؤيه او انا عندي معايير جايب اللعيب يناسب طريقه لعب ويناسب طموحات النادي ولا لا؟ هو ده الموضوع. انت النهارده لو بصيت في قائمه نادي الزمالك عندك ثلاث فراوده, مروان حمدي, حميد حداد, اسامه فيصل, ثلاث فراوده موجودين دلوقتي. هل الثلاثه دول او هل الناس اللي موجوده يعني سيف مش محطوط, مش النهارده مش موجود, انا مش هلعب معاك ده هو. طب مروان مش موجود النهارده ولا حميد احمد موجود؟ لا يعني بتكلم على الفراوده. مين الفراوده اللي موجوده دلوقتي في الفرقه؟ واحد هو بتلعب النهارده بالتشكيل بتاعك اساسا بتلعب حد كان من افضل الزمالك يمنح الفرصه لاسامه فيصل احسن ما يتعاقد مع مروان حمدي؟ لا ده واحد, ولازم انت تجيب لعيب وتجيب فرويد يتناسب مع طموحات النادي. بتلعب في ثلاث بطولات يعني بتلعب في ثلاث بطولات, مين اللي هيقدر يستحمل؟ مين اللي عنده الشخصيه يقدر يستحمل يكمل معاك المشوار؟ مش لمجرد ان انا لعيب جاب جونه واثنين بقى موجود في نادي الزمالك او في نادي الاهلي. بتكلم على الانديه الكبيره اللي عندها شخصيه, لان مش اي لعيب موجود في نادي الاهلي ولا الزمالك شخصيته هي تعتمد على الشخصيه رقم واحد. بعد كده ممكن اي حاجه تيجي ثاني. عموما هيبان احنا برضو مش عايزين نبقى طبعا لا يعني اتمنى التوفيق لكل الناس, لكن هي التجربه وضحت ايه بقى. تجربه ما فيش لعيب من المقصه نجح في الاهلي والزمالك.